وعن آخر التطورات الميدانية مشاهدين الكرام في مأرب يلتحق بنا مراسل إخبارية محمود الحميدي. زميلي محمود، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. ضعنا في الصورة عن الأحوال الميدانية هناك. صباح الخير. طبعا هناك تطورات ميدانية كبيرة على مستوى جميع جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب. الجيش الوطني خلال الأيام الماضية وخلال 32 يوما من التصعيد الحوثي استطاع كسر العديد من محاولات الزحف التي نفذتها الميليشيا الحوثية، سواء على الجبهات الغربية الشمالية من محافظة مأرب أو على الجبهات الجنوبية. الميليشيا الحوثية حاولت أن تقدم خدمة لإيران خلال الشهر الأخير، وتقدم خدمة لملالي طهران من خلال الملف التفاوضي مع الولايات المتحدة، واستطاعت من خلال عمليات الزحف المتواصلة التي شنتها على محافظة مأرب أن تصعد في الملف الإنساني وتصعد في الملف العسكري، لكن تكبدت خسائر عسكرية وبشرية فادحة، سواء على مستوى عناصرها أو على مستوى الآليات العسكرية التي دفعت بها إلى محافظة مأرب. الجيش الوطني سواء في جبهة الكسارة أو جبهة صرواح استطاع أن يكسر كل محاولات الميليشيا الحوثية للتقدم ولو لتحقيق نصر معنوي بسيط. هناك الآلاف من الذين دفعت بهم الميليشيا الحوثية إما سقطوا قتلى على يد الجيش الوطني والغارات المكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية التي استهدفت التعزيزات العسكرية القادمة إلى محافظة مأرب، سواء عن طريق فرضة نهم أو عن طريق مديرية خولان في صنعاء أو عن طريق محافظة البيضاء للجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. حاول الحوثيون الدفع ب عدد كبير من المقاتلين، سواء من المقاتلين المدربين وكتائب الموت وكتائب الحسين التي تدربت في إيران، واستطاع الجيش الوطني أن يكسر كل هذه المحاولات، كما زجوا بالصفوف الأمامية بمقاتلين لم يتلقوا أي تدريب. هناك الكثير من الأسرى الذين وقعوا في يد أبطال الجيش الوطني، بعضهم لم يفتحوا أمام أسلحتهم كون الميليشيا دفعت بهم إلى جبهة مأرب بمبررات كثيرة. نعم. إما بمبررات أنهم قد سيطروا على المدينة ولكي يصلوا إلى تأمينها، أو بمبررات أنهم قد سيطروا على المدينة وهم دفعوا بهم فقط إلى الفيد. نعم أسمعك. محمود، في هذا السياق تجنيد الأطفال، ما الجديد حوله؟ لا سيما أن وزير الإعلام اليمني ذكر أن هناك تجنيد للأطفال جبريا في أرض المعارك. في الإحصائيات الأخيرة للمنظمات المحلية والدولية ذكر أن هناك 30,000 طفل جندتهم الميليشيا الحوثية، لكن الواقع يبرز أن هناك عدد أكبر بكثير من هذه الأرقام التي رصدت. الميليشيا الحوثية تدفع بالأطفال إلى المقدمة دون تدريبات، دون حتى دون معرفة من أهاليهم. هناك الكثير من الأطفال الذين تختطفهم من مدارسهم، هناك الكثير من الأطفال الذين تحاول أن تغريهم بمسألة الحصول على المال والحصول على السلاح والتدريب، لكن هؤلاء الأطفال يصلون إلى جبهات القتال ويجدون واقعا آخر غير الذي قيل لهم من قبل الميليشيا الحوثية. المنظمات الإنسانية المحلية هنا وجهت نداء استغاثة للمنظمات الدولية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية لعدم تجنيد الأطفال وتجريبهم ويلات الحرب والصراع. هناك محرقة حقيقية يتعرض لها الحوثيون في محافظة مأرب وزقهم بالأطفال، هذا يعني أنهم لا يبالون بالملف الإنساني، لا يبالون بأي اعتبار لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية تدرك ذلك. نعم نعم. محمود، ماذا عن الخسائر في القيادات للميليشيات الحوثية؟ عاد سؤال لو سمحت. ماذا عن الخسائر الفادحة في صفوف الميليشيات الحوثية من ناحية قياداتهم في أرض المعارك؟ نعم، من خلال المعركة الأخيرة والتصعيد الحوثي الأخير الذي بدأ مطلع فبراير من الشهر الماضي، هناك أكثر من 32 قيادياً
حوثيا سقطوا خلال هذه المعارك، من ضمنهم قادة الميليشيا التي دفعت بهم نحو هذه المعركة، سواء قائد جبهة صرواح أو قائد جبهة الكسارة. في جبهة الكسارة حاول الحوثيون أن يدفعوا بتعزيزات كثيرة، هناك كتيبة كاملة انتهت يوم أمس الأول، وتحديدا يوم الجمعة في جبهة الكسارة. نعم. هنالك كتيبة كاملة وتسمى بكتيبة الموت انتهت في جبهة صرواح، وفي ميسرة جبهة صرواح 32 قياديا رصدهم الجيش الوطني، ويتحفظ على أسماء بعض القيادات حتى يتم التأكد من هوياتهم. زميل محمود الحميدي مراسل إخبارية من مأرب، شكرا جزيلا لك.